القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحياناً الأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. ياقوت المتشردة. تحرك الجسم الملفوف بعدة أغطية، ثم ظهر وجه امرأة فتحت عينيها وتمطت حيث هي، ثم أخذت وضع الجلوس. كانت الساعة تقترب من 11 صبحا. منذ عدة أشهر صار مألوفا مشهد تلك المتشردة بجوار مسجد عمر بن الخطاب في قسنطينة. تضع على رأسها غطاء يحمل رسوم أوراق وأزهار، ترتدي قميصا طويلا لونه الأزرق صار باهتا. العابرون من هناك أغلبهم يكتفون بإلقاء نظرة إليها ثم يواصلون السير. تنظر إليهم فيما يشبه الذهول، تهرش أم رأسها بكلتا يديها، تتثاءب ثم تبدأ في طي الأغطية التي التحفتها حينما كانت نائمة، وهي تفعل تلقي من حين إلى آخر بنظرة إلى العابرين من هناك. تعيد ربط المنديل الذي تضعه على رأسها ثم تنهض، تجمع ما كانت تفترشه، تحمل كل ذلك على ظهرها وتمشي إلى أن تبلغ المقبرة المسيحية. تتخطى السياج وتتوغل بين القبور إلى أن تبلغ مكانا اعتادت أن تأتي إليه فتودعه ما حملت من غطاء وفراش. هو يوم جديد يبدأ في حياة تلك المتشردة. من حقيبة يدوية مهترئة أخرجت علبة سجائر، تناولت واحدة، مررتها بمحاذاة أنفها كما تفعل كل صباح، أعادت السيجارة إلى العلبة ومضت تبحث عن وجبة فطور. على بعد عدة شوارع من المقبرة المسيحية في شارع حركة المرور فيه غير كثيفة، وقفت بباب مقهى تنظر إلى الجالسين حول الموائد يتناولون وجبات الفطور أو يحتسون فناجين قهوة. تعودت أن يشفق أحدهم لحالها، قد تنتظره لبعض الوقت فينادي عليها. تقترب في صمت، يطلب من النادل أن يعد لها وجبة فطور، تبتسم ولا تقول شيئا، ثم دون أن تنتظر ما سيقوله النادل تختار واحدة من الطاولات التي لا يجلس حولها أحد وتقتعد كرسيا. خلال فترة انتظار الفطور لا تفتأ تحرك ساقيها كأنها طفلة، لعلها بذلك تعبر عن فرحتها. ثم يأتي النادل بما دفع ثمنه ذلك الزبون الذي نادى عليها. تبدو وهي تأكل ما حمل إليها وكأنها منقطعة عن هذا العالم المحيط بها. لما تفرغ ولا يعود شيء في صحنها تعود إلى لفافة السجائر التي مررتها آنفا قرب أنفها، تضعها في فمها ثم تشعلها، تشرب منها مطولا فيصير رأسها ملتهبا كالجمر، ثم تزيحها من فمها فتخرج من فيها ومن مناخيرها سحابة دخان كثيفة. تمتد يدها إلى كوب القهوة الذي ما زال ممتلئا إلى ما يزيد على النصف فترشف منها. هناك حيث تجول منذ عدة أشهر ينادونها بألقاب شتى، بالحمقاء تارة والمجنونة تارة أخرى، وقلة ممن صارت وجها مألوفا في طريقهم كانوا يطلقون عليها اسم ياقوت. لا أحد قال يوما إنها أخبرته بأن اسمها ياقوت، كانت تجيب إذا ما دعيت بذلك الاسم. كان من الناس في ذلك المجال من قسنطينة حيث تتحرك من يتصدق عليها ببعض المال، ومنهم من جاءها بملابس، وآخرون حاولوا التقرب منها يأملون معرفة قصتها الكاملة. منذ أن ظهرت للمرة الأولى في محيط مسجد عمر بن الخطاب بدت وكأنها تنتظر أحدا أو تبحث عن أحد. هي استنتاجات استنتجها بعض الذين لفت وجودها انتباههم. تمضي المرأة التي تبدو دون 40 أيامها في التجوال، حين تتعب تقتعد الرصيف، وحين تجوع تمضي إلى باب مطعم أو مكان يبيع المواد الغذائية حيث يعطيها الزبائن. لم تكن دوريات الشرطة التي تصادفها من حين إلى آخر تقلقها، تراقبها وهي تمضي ثم تواصل طريقها. الأيام تتشابه لدى ياقوت،
تبدأ ضحا وتنتهي قبيل منتصف الليل في جوار مسجد عمر بن الخطاب بعد المرور عبر المقبرة المسيحية لحمل الغطاء وما تفترشه. في الأيام الماطرة تضيف غطاء من البلاستيك. الأشهر التي انقضت على ظهور المتشردة في محيط مسجد عمر بن الخطاب لم تكن لتمر دون أن تثير الفضول لدى البعض، بل إن المرأة رغم حالتها تلك تعرضت أكثر من مرة لمحاولة اغتصاب. كانت أصابع الاتهام تشير إلى حارس ليلي، حاول أن ينكر ولكن آثار الخدش التي ظلت على وجهه وعنقه لعدة أيام كانت تثبت الشبهة التي حامت حوله. ولأنها لم تشتكيه إلى الشرطة فقد ادعى أن تلك الخدوش إنما لحقته أثناء محاولته الإمساك بأحد اللصوص. الذين سمعوه وهو يزعم ما يزعمه ضحكوا ما أن انصرف، وقد استغرب كثيرون ألا تغير المتشردة مكانها، وقد رصدوا حالة النرفزة التي تبدو عليها كلما مر بجوارها ذلك الحارس الليلي. ذات فجر من أواخر مارس من العام 2000 غير بعيد عن المقبرة المسيحية اكتشفت جثة رجل تحمل آثار طعنة بأداة حادة على مستوى الصدر، وسرعان ما تبين أن القتيل ليس سوى موسى الحارس الليلي الذي حامت حوله شبهة محاولة اغتصاب المتشردة. مقتله أعاد إلى دائرة الضوء ما دار همسا حول محاولته اغتصاب ياقوت المجنونة. ولعله كان طبيعيا أن يؤتى بالمرأة إلى مخفر الشرطة للتحقيق معها. كانت المرة الأولى التي يمسك بها منذ أن ظهرت في قسنطينة. لم يكن عسيرا العثور عليها، فمساراتها اليومية معروفة. التقطها رجلان من الشرطة ولم تكن قد غادرت مرقدها المعتاد بجوار المسجد. يومها لم تمنح فرصة للتمطي ولا للتثاؤب أو جمع أغطيتها وما تفترشه. كل شيء ظل هناك ودفعت دفعا إلى داخل سيارة للشرطة انطلقت سريعا. كان قد تحلق بالمكان بضعة فضوليين، وسريعا أقيم رابط بين القبض عليها واكتشاف جثة الحارس الليلي موسى. جميعهم كانوا يعلمون أنها تعرضت لمحاولة اغتصاب وأنها صدت موسى بكل ما أوتيت من قوة. في مخفر الشرطة أودعت غرفة بها نافذة وحيدة في أعلى الجدار المقابل للباب. انتظرت هناك ما يزيد على الساعة. يومها لم تتح لها فرصة لتدخين سيجارتها الأولى ولا شرب فنجان قهوة أو تناول وجبة فطور يتصدق بها عليها أحدهم. ثم بعد طول انتظار فتح الباب وأمسك بها رجل الشرطة من ذراعها وقادها إلى غرفة يتوسطها مكتب يجلس خلفه ضابط شرطة بالزي المدني. كان رجلا أنيق الملبس. ما أن مثلت أمامه حتى أشار إلى الذي جاء بها أن يخرج، ظلت واقفة مكانها. سمع صوت الباب عند إغلاقه. نظر إليها الضابط مطولا ثم قال لها أن تجلس. لم تتحرك من مكانها. كرر دعوتها إلى الجلوس وقرمها بإشارة إلى الكرسي. تأتي منها رائحة كريهة، عليه أن يتحملها. لما جلست وعيناها تنطقان بالخوف الذي اعتراها سألها الضابط عن سبب قتلها موسى. ظلت صامتة، ولما كرر سؤاله كانت نبرته أكثر حدة وصرامة. لماذا قتلت موسى؟ لعلها لا تصدق ما يقوله الرجل. قالت كنت نائمة. بدا له أن ردها بعيد كل البعد عن السؤال الذي وجهه إليها، وقد ظن أنها لم تفهمه ولعله شك في حقيقة جنونها. قال لها بنبرة بدت مستفزة أنا أعلم أنك لست مجنونة. لم تجب، ولعل الضابط ترك لها فرصة للإجابة. كانت المرة الأولى التي سيسمع فيها صوتها. قالت بصوت مبحوح لست مجنونة. لم تضف شيئا إلى ما نطقت به، وقد وجد الضابط في نطقها ما يشير إلى إمكانية بوحها بالمزيد. ابتسم في وجهها وأخرج من درج مكتبه علبة سجائر ناولها واحدة. بعد أن دخنت بدت عقدة لسانها وقد فكت. قالت لست مجنونة، أنا متشردة لأنني لا أعرف أحدا في هذه المدينة. الرجل الذي قتل حاول أن يغتصبني ذات ليلة
ولكنني دافعت عن نفسي. منذ إذن لم يعاود المحاولة، ولكنني لم أقتله. نادى الضابط على الشرطي الواقف بالباب وطلب منه استدعاء أحد المساعدين لتحرير محضر الاستماع للمتشردة. كان عليها أن تدلي باسمها الكامل. قالت إنها تدعى رابحة، رابحة معسول. نفت أن يكون اسمها ياقوت، ولكنها تبنته لها اسما لما صار البعض ينادونها به. علم منها أثناء جلسة الاستماع أنها جاءت من العاصمة تبحث عن زوجها الذي اختفى قبل 3 سنوات. كان يعمل في شركة للنقل، وانقطعت أخباره فجأة، وقيل لها إنه استقر في قسنطينة حيث تزوج من أخرى. في كل ما قالته المرأة لم يجد المحققون ما يقود إلى علاقة لها بمقتل موسى الحارس الليلي، ولكن النبش في ملفات الشرطة بعد أخذ بصماتها كشف عن أن المرأة التي أمامهم مبحوث عنها في قضية قتل كان ضحيتها رجل اسمه بن عباس يونس، ولم يكن سوى زوجها الذي قالت إنه مفقود منذ 3 أعوام. في جلسة استماع كانت الأسئلة فيها أكثر عمقاً، تحدثت رابحة تلك التي عرفت بياقوت المتشردة عن تفاصيل عملية القتل التي أفضت إليها غيرتها المفرطة. يوم نطق المجنون. التوقف في باب برد على الطريق من تطوان إلى الحسيمة صار عبر السنين الماضية من سمات السفر إلى الريف، ولا تكاد تخلو حكاية من حكايات المسافرين من حديث عن باب برد. المسافرون إلى الحسيمة يعرفون أنهم تخطوا نصف المسافة. الطريق كثيرة المنعرجات والحافات السحيقة. يعلم المسافرون أن ما بقي لن يكون يسيرا، عليهم أن يتحملوا. عالم باب برد يدور حول تلك الحافلات التي تتوقف عندها. ينزل المسافرون لتناول وجبة الغذاء أو العشاء، وكأنما تم تدبير تلك الرحلات لتكون محطة باب برد مصادفة لمواعيد الوجبتين. كذلك يظن بعض الذين دأبوا على السفر إلى الريف. الحافلات التي تتوقف هناك بعيد الفجر يكون ركابها من نصيب السفاجين وبائع خبز الحرشة والرغائف. تكون المقاهي مفتوحة، ولعلها لا تغلق أبوابها لتقدم للزبائن الشاي الساخن. منبهات الحافلات القوية وشديدة الإزعاج تمنح التوقف في باب برد إيقاعا لا يشبهه إلا إيقاع الأسواق الأسبوعية في البوادي. يعلم الجميع أن سائقي الحافلات يطلقون العنان لمنبهات حافلاتهم لإشعار من يتخلف من الركاب بأن ساعة الانطلاق قد حلت. في تلك الأثناء تدب داخل تلك الحافلات التي تتأهب للانطلاق حركة تجارة الحلويات ومناديل الورق. هناك أيضا المتسولون أبدا، رجال ونساء وأطفال يستجدون المسافرين، وهم يستعرضون عاهات لحقت بهم وأخرى يتظاهرون بأنهم أصيبوا بها. وهناك وجوه تتسول منذ 10 سنين ما تكمل به ثمن تذكرة السفر إلى الناظور أو وجدة. الذين دأبوا على السفر عبر باب برد لا يولونهم اهتماما، ينظرون إليهم وعقولهم منشغلة بشؤون تجارتهم أو أمور أخرى شخصية، أو هم يتظاهرون بالنوم حين يرونهم مقبلين من جهة السائق. لم يكن من هؤلاء المتسولين ذلك الشاب الذي تميل بشرته إلى سمرة، والذي يصنفونه هناك في باب برد مجنونا. لم يكن يكلم أحدا، وكانت هناك محلات لبيع الأطعمة يقف عندها دون سواها حين يحس بالجوع. ينادونه المختار. في كل الأحوال كان ذاك هو الاسم الذي يجعله يجيب إذا ما نودي به. في غمرة تلك الحركة الدائبة التي تعرفها باب برد للناس انشغالات أخرى غير البحث عما إذا كان المختار اسمه الحقيقي أم إنه اتخذه غطاء. الناس هناك يعرفونه منذ ما يزيد على 10 أعوام. لا يذكر أحد كيف وصل. لعله نزل ذات يوم من واحدة من تلك الحافلات ولم يركب ليواصل الطريق إلى وجهته. الرجل الذي يبدو وقد تجاوز 30 يمضي نهاره يتجول بين المقاهي والمطاعم والحافلات، وعلى وجهه تلك الابتسامة التي لفرط ما لزمته فقدت من دلالتها الكثير.
ما كان يخشاه أكثر أن يقع على لقاء لمجموعة من الشبان والمراهقين كانوا لا يرحمون حاله، منهم من كانوا يتظاهرون بممازحته بينما يصفعه آخرون على قفاه وهم يمسكون به من ثيابه لا يتركون له فرصة للإفلات منهم. في فريق آخر كثيرا ما انضم إليهم من يفترض فيهم بعض النضج كانوا يضحكون، ويزداد ضحكهم حين يستطيع التفلت منهم فيلحق به أحدهم ويركله بقوة على مؤخرته. تلك هي اللحظات التي كان يخشاها المختار. بعدها يمضي إلى خربة أسفل الطريق اتخذها مأوى له. كان أكثرهم إذاية له ذاك الذي ينادونه رضا ويلقبونه ببومنجل، وهو شاب سيء السمعة في العشرين من أبناء أسرة مزارعة تسكن متجرا قريبا. ذات ليلة من شتاء العام 98 وقد غطت الثلوج باب الرد وكل ما يحيط بها، اضطرت حافلات وسيارات كثيرة إلى التوقف هناك. أنزلت حواجز الثلج وتجمدت الحركة، إلا ما كان من إقبال أكبر من المعتاد على محلات بيع الأطعمة. كان الناس وأغلبهم من المسافرين يلجؤون إلى تلك المطاعم والمقاهي ليس بحثا عن الطعام فقط، ولكن طلبا للدفء أيضا. خرج المختار من تلك الخربة وقد التحف بطانية قديمة، صعد المنحدر حتى بلغ الطريق، تغوص قدماه في الثلج حتى الكعبين فيجد صعوبة في التقدم بسرعة. لم يكن خروجه في تلك الساعة مما يلفت الانتباه، فالجميع في باب الرد يعتقدون أن السير في بطن الليل من الأمور العادية في حياة المجانين، وما المختار سوى واحد منهم. حافلات المسافرين أطفأت أنوارها وأسكتت محركاتها وكأنها دخلت في سبات عميق، لم يعد يحس وجودا لأنفه. توقف عند باب أحد المطاعم في موقد النار جمر أحمر، اقترب قليلا فأحس ببعض الدفء واشتم رائحة لحم يشوى. لما رآه الذي يتولى الشيء دون أن يكلمه أخذ خبزة مستديرة وشطرها بسكين له أسنان كالمنشار، وضع الشطيرتين على الجهة التي استحال جمرها إلى رماد كاد يبيض، ثم وضع كويرتين من اللحم المفروم في شبكة وجعلهما على النار. كان المختار يتابع كل ذلك في صمت، توحي ملامحه بأنه يبتسم، قد يكون تعود على ذلك ويعلم أن تلك الخبز وكويرتي اللحم ستكونان من نصيبه. لم يطل انتظاره، ناداه الرجل وناوله الخبزة بعد أن حشاها اللحم المفروم. أمسكها المختار بيديه لعل سخونتها تدفئ كفيه، وهو يتجول بين الحافلات النائمة في ركن قصي من الشارع لمح رضا بومنجل ومعه اثنان من مجموعته. كانوا يحاولون فتح صندوق أمتعة سيارة تركها أصحابها والتجأوا إلى أحد المطاعم. تراجع ووقف خلف حافلة، ثم دفعه فضوله إلى أن يطل ليرى ما يفعله بومنجل وأصحابه. تمكنوا من فتح صندوق الأمتعة وها هم يخرجون حقيبتين ويغلقون الصندوق وكأن شيئا لم يقع. رأى بومنجل يسلم كل واحد من مرافقيه حقيبة، ولما انطلق نحو آخر الشارع أقبل هو نحوه وقد خيل له أنه رآه، ولكنه خوفا من أن يتعرض للضرب توارى وراء الحافلة. تقدم بومنجل حتى صار بمحاذاته، ولكنه كان ينظر إلى الجانب الآخر من الطريق. لمح المختار أحدهم يلوح بيده. في تلك اللحظة التفت جهته بومنجل وقال له: هل تظن أنني لم أرك؟ قفز المختار وحاول الجري، ولكن سماكة الثلج كانت تعيقه، ولعله ظن أن رضا بومنجل ممسك به لا محالة. بعد عدة أمتار توقف واستدار، لا أحد يتبعه. نتف الثلج البيضاء تنزل بلا فتور. قرر أن يعود إلى تلك الخربة، وظن أن الأسلم له أن يتحاشى الطريق، فسلك ممرا موازيا. في سقيفة منزل ينظر إلى الجبل رأى ضوء مصباح يدوي. واصل السير، لم يكن لديه بديل عن المسلك الذي يسير فيه. كانوا أربعة شخوص،
لعل الذي يمسك المصباح اليدوي سمع وقع خطاه على الثلج فأطفأه. واصل تقدمه حتى صار بمحاذاة السقيفة، كان يتوقع أن يستوقفوه. قفز بومنجل من المجموعة وجاء إليه، أمسكه من ثيابه وصار يخنقه وهو يسأله: ماذا تفعل هنا؟ كنت أعرف أنك جاسوس. اسمع، لو نطقت بكلمة فسأقتلك، سأذبحك من الوريد إلى الوريد. قالها وأشهر السكين التي كانت في يده اليسرى. قبل أن يخلي سبيله سأله: هل ستقول إنك رأيتني؟ حرك المختار رأسه يمينا ويسارا، إذ ذاك ركله ركلة قوية كما يفعل في كل مرة يصادفه. حاول أن يسرع الخطو، ولكن طبقة الثلج السميكة لا تساعده على ذلك. مع اقتراب الفجر توقف سقوط الثلج. تمدد المختار على أرضية فرشت بعدة طبقات من الأغطية البالية، ثم ألقى بأخرى على جسده النحيف. لما بدأ يستشعر الدفء أعاد شريط ما رأى. كان شاهدا على سرقة قام بها رضا بومنجل ومجموعته، ثم استحضر تهديد رضا والسكين التي كانت تلمع في يده. لن يتكلم، أقنع نفسه أنه لم ير شيئا ثم نام. استيقظ ضحا، جلس لحظات حيث كان يرقد في خربته لا توقد نار. نهض وتسلق المنحدر إلى أن بلغ الطريق. باب برد لا زالت تتشح بالبياض. لاحظ أن كثيرا من الحافلات والسيارات غادرت، ثم رأى الشاحنة كاسحة الثلج، تلك التي يسمونها الماكينة، ولم يعد لديه تساؤل. ثم وقعت عينه على تلك السيارة التي رأى بومنجل واثنان كانا معه يفتحون صندوق أمتعتها. أحس بموجة برد تعبر عموده الفقري. أمسك لحافه بقوة وجعل لباسه أكثر التصاقا بجسمه. تذكر أن عليه أن لا يتكلم، لم ير شيئا. عند دكان أحد السفاجين تجمع أزيد من 10 أشخاص. لا يظهر من السفاج سوى طربوشه الصوفي الذي تعاقبت فيه خطوط أفقية حمراء وزرقاء، وعلته كرة صوفية صنعت من خيوط حمراء. التفت إلى حيث تلك السيارة فرأى دركيين ومعهما رجلان، خمن أنهما صاحبي السيارة. في لحظة هم بترك السفاج والبوح لرجلي الدرك بما رآه، ثم تذكر تهديد رضا. ناوله السفاج فطيرتين أمسك بهما. لم ينتظر منه السفاج شكرا ومضى يقلب ما في المقلاة. التفت المختار إلى حيث تلك السيارة، كان الدركيان يصغيان لأحد الرجلين. لم يتمالك نفسه وراح يقترب حتى صار على مسافة يسمع منها كل ما يقال. أصغى وهو يقضم من الفطيرتين. ما تناهى إلى سمعه يدفع إلى الظن بأن الحقيبتين كانتا تضمان أشياء ذات قيمة. يكره رضا بومنجل كما لم يكره أحدا من قبل. لم يعد يفكر في تهديده، وظن أن الفرصة مناسبة لرد الصاع. قال لنفسه إنه إن وشى به كان ذلك سببا في الخلاص منه ومن معه. قدم مرة أخرى من الفطير. انتبه إليه أحد الدركيين فنهره. ابتعد قليلا وعاد يتابع ما يدور بين الرجلين والدركيين، وسمع كلمة ذهب. يبدو أن بومنجل وأصحابه وقعوا على كنز. قال لنفسه إنه لن يسمح لهم بأن يهنأوا بما سرقوه. تقدم نحو الدركي الذي نهره، وبلا مقدمات ولا تمهيد نطق المختار وقليلا ما كان ينطق. قال للدركي: أنا رأيتهم. عادت تلك الابتسامة ترتسم على وجهه. رأيت من؟ سأل الدركي. رأيتهم يفتحون السيارة ويأخذون حقيبتين اثنتين. أمسك الدركي بالمختار وقربه. لم ينتظر أن يسأله ثانية فراح يكرر: رأيتهم يفتحون السيارة ويأخذون حقيبتين اثنتين. من؟ لقد هددني، قال لي إنه سيذبحني إن قلت لكم. من؟ تبنى الدركي هذه المرة نبرة فيها الكثير من الحزم. بومنجل. لم يكن الدركي بحاجة إلى طرح المزيد من الأسئلة، كان معروفا لدى مصالح الدرك. ودون أن يسأله أحد
أشار المختار إلى أنهم كانوا يتقاسمون ما سرقوه في منزل ينظر إلى الجبل. تم القبض سريعا على رضا بومنجل وأربعة من مجموعته. بعيد ظهر ذلك اليوم شوهدوا وهم يساقون مصفضين إلى سيارة الدرك. كان المختار في جملة من تجمع لرؤيتهم. لما التقى نظره بنظر بومنجل رفع الأخير يديه المصفدتين حتى بلغ مستوى الحنجرة، فرسم بسبابته حركة تحاكي عملية الذبح. مساء ذلك اليوم وقد تمت إزاحة الثلوج من الطريق، ركب المختار حافلة كانت منطلقة إلى الناظور. اختفى دون أن يبوح لأحد بسر مكوثه كل تلك السنوات في مركز باب برد. بعد عدة أيام علم الناس أن بومنجل والذين معه كانوا قد سطوا على حقيبتين حملتا حليا من ذهب تمت صياغتها في تطوان لحساب تجار حلي في الناظور. وقيل إن المختار ذاك المجنون هو من دل الدرك على اللصوص. وجه من ماضي وسيلة. فوزي بن خميس الذي يبلغ من العمر 45 عاما واحد من عشرات من سائقي سيارات الأجرة في بنزرت، يعرف المدينة حيث ولد وكبر شارعا شارعا وحيا بحي. منذ 8 أعوام تزوج من وسيلة المسرور، جاء زواجهما متوجا لقصة حب دامت بضع سنين وقد أنجبت له ولدين. في زنقة الفاطميين التي تتفرع عن شارع الأطلس تملك وسيلة محلا للخياطة منذ سنوات، وقبل أن تتزوج فوزي الذي تعرف عليها لما أوصلها إلى محلها ذاك، ثم صارت له زبونة وتطورت العلاقة بينهما إلى علاقة حب. كان هو من بادر إلى البوح بحبه لها. لم يكن زواجها الأول، إذ انتهى زواجها الأول بطلاق ولم تكن قد أنجبت. لا ترغب في الخوض كثيرا في تلك المرحلة من حياتها، ولم يكن فوزي يهوى النبش في ذلك الماضي الذي يخصها. بالنسبة إليه هي الآن زوجته وحبيبته وأم ولديه شفيق وسليم. يبدأ يوم فوزي بن خميس بنقل ولديه إلى المدرسة. يعود إلى البيت ليجد وسيلة في انتظاره ينقلها إلى محل الخياطة في زنقة الفاطميين حيث تمضي يومها. بعد ذلك يبدأ يوم عمله وهو ينقل الزبائن إلى اتجاهات شتى في بنزرت، يمضي من جنوبها إلى شمالها، يعبر الجسر مرات ويجوب الشوارع والأزقة. في المرآة العاكسة تتعاقب لديه وجوه وملامح لنساء ورجال من أعمار مختلفة. تكاد كل الأيام تتشابه لديه، ولكنه لن ينسى الذي حدث ذاك الأربعاء. كان عليه ككل أربعاء من كل أسبوع أن يمضي لنقل ولديه من المدرسة إلى البيت حيث تتولى العناية بهما جدتهما والدته. بعد ذلك سيكون عليه أن يمضي إلى زنقة الفاطميين. في 6:30 تغلق وسيلة باب محل الخياطة وتنصرف بعيد انصراف 3 عاملات تساعدنها في أعمال الخياطة التي تقوم بها ضمن مناولة لحساب إحدى الشركات الكبرى. يعلم أنه سيستطيع العمل لساعتين إضافيتين قبل أن يحين الوقت الذي يخصصه لزوجته. في الحقيقة كان بعد ذلك يركن سيارته في باب منزله في آخر شارع السلام. في ذلك اليوم بعد أن أنزل ولديه في باب سكنه واطمأن إلى دخولهما، مضى يبحث عن زبون في انتظار حلول موعد خروج وسيلة. كان يسلك شارع يغورطا. في المقعد الخلفي جلست امرأة قدر أن تكون في الأربعينات. أمران لفتا نظره إليها، أناقتها والعطر الذي ملأ أريجه مقصورة التاكسي. قبل أن يصل إلى حيث يتقاطع شارع يغورطا مع شارع الأمير عبد القادر رأى زوجته. كانت تقف مع امرأتين لم يسبق له أن رآهما. بدا له أن النسوة الثلاث منهمكات في حديث أخذ منهن كل الاهتمام. خفف السرعة لما صار بمحاذاتهن، ثم واصل الطريق وقد أيقن أنها وسيلة. ثم بدأت لديه تساؤلات. ما الذي تفعله وسيلة في ذلك المكان في تلك الساعة ومع تلك المرأتين؟ من تكونان؟
لم يجد من فوره جوابا لما يختلج في ذهنه. سمع المرأة التي تجلس في الكرسي الخلفي تطلب منه التوقف في وسط شارع عمر بن الخطاب. نزلت المرأة وظل أريج عطرها يملأ المقصورة. ظن فوزي أنه لم يبتعد كثيرا عن المكان الذي رأى فيه زوجته والمرأتين. لما لا يعود إلى هناك؟ فقد تكون بحاجة إلى من يوصلها إلى مكان عملها. لما عاد لم تكن هناك، ولم تكن هناك المرأتان اللتين كانت تتبادل معهما الحديث. عليه أن يتحمل إلحاح الأسئلة التي تدور بخلده. ما كان يزيد من حيرته أن وسيلة عودته أن تبلغه عن مواعيدها خارج محل الخياطة حين تكون لها مواعيد. يحاول أن يطمئن نفسه، يقول إن لقاءها مع المرأتين قد يكون موعدا طارئا. ثم ما الذي يقلقه في الأمر؟ قبل السادسة مساء أركب زبونين آخرين. لما ودع الزبون الأخير في شارع المنجي سليم كانت الساعة تشير إلى 6:15. عليه أن يبحث عن الطريق الأقرب إلى زنقة الفاطميين. كسب رهانة. في 6:30 كان يقف أمام باب محل الخياطة. ألف أن ينتظر أحيانا إلى ما بعد 6:30 10 دقائق إلى 15 دقيقة. كذلك كان الأمر ذاك المساء. في 6:50 خرجت 2 من مساعداتها ثم ظهرت بالباب. وهو ينتظرها كان يسائل نفسه حول ما إذا كان عليه أن يفاتحها في موضوع وجودها في شارع يوغورتا أم يمسك وينتظر أن تتحدث هي عن الموضوع. وقد قرر الانتظار. ركبت، ألقت بجسدها على الكرسي. لقد ألف منها تلك الحركة التي تريد بها إلى إفهامه أنها أمضت يوما من العمل المضني. سألها إن كانت بخير، يعلم أن عليه أن ينتظر 5 دقائق قبل أن يأتيه الجواب. ردت أنها أمضت يوما كباقي الأيام. فهم فوزي أنها لن تتحدث عن خروجها من محل الخياطة وذهابها إلى شارع يوغورتا. عادت التساؤلات تطرح لديه. هل هي أسرار لا تريد البوح بها؟ رن في ذهنه هاتف من أعماقه يدعوه إلى التريث. أمضى الزوجان ذاك المساء ككل مساءاتهما منذ أن تزوجا قبل 8 أعوام. ولما آويا إلى فراشهما نامت، بينما ظل هو يحدق بعينين مفتوحتين في الظلام. هل هي غيرته عليها؟ هل هي الشكوك تتسلل إلى قلبه؟ يظن أنه أمضى جزءا كبيرا من الليل يفكر، لا يدري متى نام. في الصباح لما رن منبه الساعة وكان يضبطه على 6:30 أحس بتعب شديد. بعد 1/2 ساعة أيقظ ولديه. كانت وسيلة قد أعدت وجبة الفطور. ثم انطلقوا ليوم آخر لن يختلف عن باقي الأيام التي سبقتها. يومها وهو ينقل الزبائن إلى الوجهات المختلفة من بنزرت، ظلت تلازمه تساؤلاته عن سر اللقاء الذي تم في شارع يوغورتا بالأمس بين وسيلة وامرأتين لم يعرفهما من قبل. وقد ازدادت التساؤلات إلحاحا وحدة في أعماقه لأنها لم تحدثه عن ذاك اللقاء. يومها عبر الجسر وقد ركب معه رجلان يريدان إلى ميناء الصيد. ولما صار على رصيف طارق بن زياد رآها تركب سيارة رمادية. ظن أنها غيرت ملابسها، وكان في ذلك ما أجج شكوكه أكثر. لن يستطيع اقتفاء أثرها. مضى بزبونيه إلى ميناء الصيد. قرر أن يسائلها في المساء حين يعود إلى البيت. لما كان ينتظرها في باب محل الخياطة كان قد بلغ درجة قصوى من الغضب لم يغضبها منذ أن تزوج. بالنسبة إليه خروجها وقد غيرت الملابس التي ارتدتها لتذهب إلى عملها لا اسم آخر له غير الخيانة. كان يقول لنفسه إن أي أحد لن يستطيع إقناعه بخلاف ما يظنه الآن وقد رآها مرتين خارج محل الخياطة. جاءت ترتدي الملابس التي خرجت بها من منزلها صباحا. استلقت على الكرسي وأغلقت الباب. بحركة آلية وضعت حزام السلامة. انطلق ولم ينطق كلمة واحدة،
كان مقطبا جبينه وقد علت محياه صفرة. بعد المرات القليلة التي رأته على تلك الحالة صارت وسيلة تفضل الصمت. توقف بباب المنزل، نزلت وسيلة ودخلت تحمل حقيبتها اليدوية التي علقتها على كتفها الأيسر. جلس في الصالون، لم يذهب إلى غرفة ولديه شفيق وسليم. جلس في الصالون وصار يتابع شريطا وثائقيا كان يبث على إحدى الشاشات المحلية. مرت من الصالون فلاحظت أنه شارد الذهن، لا يهتم بما في الشريط الوثائقي. لم يعد لديها شك أن زوجها يفكر في أمر جلل يشغل باله. عليها أن تختار اللحظة المناسبة لتسأله ولتعلم حقيقة الأمر. دخلت غرفة ولديهما وأغلقت الباب، لعلها تراجع معهما واجباتهما المدرسية. في الصالون انتهى الفيلم الوثائقي ولم ينتبه فوزي إلى ذلك. ثم فتحت الباب وخرجت، حرصت على إقفالها، ثم اقتربت منها ووضعت يدها على كتفيه. ما الذي يشغل بالك يا حبيبي؟ نظر إليها ولم يرد، لم تكن تلك عادته. الآن أيقنت أن ما يشغل باله أمر جلل. عادت تسأله: ما الذي يشغل بالك؟ عاد ينظر إليها، نظراته تخترق عينيها، تقرأ فيها غضبا نادرا ما لمسته لديه. ثم نطق أخيرا: تسألينني؟ كان الأجدر بك أن تسألي نفسك ماذا كنت تفعلين اليوم في رصيف طارق بن زياد؟ ماذا؟ ماذا كنت تفعلين اليوم في رصيف طارق بن زياد؟ أنا لم أغادر محل الخياطة ولا زنقة الفاطميين. لو أن أحدا قال لي لما صدقته، ولكنني رأيتك بأم عيني هاتين، وأشار إلى عينيه. سكتت وقد ظن أنه باغتها، ثم جاء صوتها: قلت لك إنني لم أغادر محل الخياطة. ثم هل صرت تراقبني؟ هل صرت تشك في؟ إذا كان الأمر كذلك فالأفضل لنا أن نفترق. قلت لك إنني رأيتك مرتين، اليوم وأنت تركبين سيارة في رصيف طارق بن زياد، ومن قبل وأنت في شارع يوغورتا تتحدثين إلى امرأتين لم يسبق لي أن رأيتهما. عادت لتؤكد له أنها لم تغادر محل الخياطة وأنها لم تمضي إلى حيث قال إنه رآها. فضل الإمساك عن الخوض في هذا الموضوع وقرر أن يراقبها. على مدى 3 أيام كان بعد أن يتركها في باب محل الخياطة يذهب ليركن السيارة في مكان غير بعيد، ثم يراقب باب محل الخياطة. لم يتمكن من رصدها وهي تغادر خارجه. في اليوم الرابع بينما هو في شارع هد شاكر رآها. كان راجلا، أسرع الخطى في أثرها، ثم رآها تريد الدخول إلى إحدى العمارات السكنية، وقد خشي أن يفقد أثرها. جرى، أمسك بها من ذراعها. التفتت إليه فقال: الآن لن تستطيع الإنكار. كانت المرأة تنظر إليه بدهشة. دقق النظر في وجهها، لم تكن وسيلة، المرأة التي أمامه تحمل خالا على خدها الأيمن. ثم إن نظرتها تختلف عن نظرة وسيلة. بادر إلى الاعتذار، ابتسمت في وجهه وهي تقول: لا بأس. وقد شجعته كلماتها تلك على القول إنها تشبه زوجته. فكر أن يجعلهما تلتقيان. كان الموعد يوم أحد، وكان اللقاء في مقهى وسط المدينة. اكتشفت وسيلة أن تلك التي تشبهها لم تكن سوى شقيقتها التوأم التي فقدت كل أثر لها منذ أن انتقلت إلى العيش في بنزرت لتطوي صفحة ماض في جملته زواجها السابق. أبلغتها ليلى شقيقتها أنها جاءت تبحث عنها وأنها توجد في بنزرت منذ 10 أيام. يافع مع المتشردين. في باب محل للوجبات الخفيفة في شارع المكسيك بطنجة وقف يافع حافي القدمين. كان الوقت ظهيرة، حرارة أواخر يونيو تلهب الرصيف، وكان لافتا للانتباه أن يحمل الفتى الذي لا يبدو أنه تخطى 15 بطانية على عاتقه. من خلف الواجهة الزجاجية تظهر له وجوه تمضغ وقد وضعت أمامها صحون ملئت طعاما مختلفا
وقنينات مشروبات غازية وماء بارد. وجوه أخرى كانت تنتظر أن تؤتى ما طلبت من أكل تحدق فيه بغير قليل من استغراب. لم يتحرك الفتى قيد أنملة من مكانه. امرأة بدينة كانت تجلس عند طاولة ملاصقة للواجهة مالت على رفيقها وقالت له إنها تستغرب كيف يتحمل الفتى بقدميه الحافيين حرارة الرصيف. هز كتفه ورسم على شفتيه حركة يفهم منها أنه غير معني بالأمر. كلما خرج زبون من المطعم دنا منه يطلب منه أن يساعده على شراء ما يأكل. قليلون هم الذين وضعوا في يده درهما أو درهمين. كانت النساء تخفن منه أو هن تتظاهرن بالخوف منه. كان يقابل حركاتهن تلك بضحكة وتمايل، يعيد البطانية إلى مكانها، يكرر تلك الحركات مرات متتالية، وفي لحظة ينادي على عبد الغني النادل الذي غزا الصلع مقدمة رأسه. يقترب الشاب الأنيق من الباب مشية بها رشاقة، ودون أن يلفت الانتباه يسمع الفتى المتشرد وهو يطلب منه إن كانت في المطبخ بقايا طعام أو بقية من ماء في قارورة تركها الزبائن. يواصل النادل جولته بين الطاولات ثم يمضي باتجاه المطبخ. يعلم المتشرد أنه سوف يأتيه بما يهدئ من جوعه. وهو ينتظر مرت امرأتان، نادى إحداهما بالوالدة ولعلها رقت لحاله. توقفت على بعد خطوات منه، ظل مكانه، عين على باب محل الوجبات الخفيفة وأخرى على تلك التي ناداها بالوالدة. أخرجت المرأة من حافظة نقود صغيرة بضعة دراهم وعادت نحوه وأعطتها إياه. انطلق يدعو لها بكل ما يظن أنه سيروقها. انصرفت المرأتان وسريعا عاد يركز اهتمامه على باب محل الوجبات الخفيفة يستجدي الخارجين. مر بمحاذاته رجلان، سمع أحدهما يقول لصاحبه إنه ليس بحاجة إلى طعام ولكنه يسأل الناس الدراهم لشراء المخدرات. نظر إليه الفتى مطولا، أعاد البطانية إلى مكانها، لم يقل شيئا ولا بدت عليه علامة تأثر. في تلك اللحظة بالذات ظهر مقبلا النادي عبد الغني وهو يحمل كيسا من البلاستيك. هي وجبة الغذاء آتية. تسلمها منه وشكره ثم مضى. نزل باتجاه ساحة فرنسا ثم وصل إلى الحديقة أسفل سور الكسالى، سور المعجازين الشهير. من هناك تبدو الضفة الأخرى لمضيق جبل طارق قريبة. انتبذ لنفسه مكانا عند سياج الحديقة وفتح الكيس البلاستيكي. به بقايا من بطاطا مقلية امتزجت بصلصات الكيتشاب والمايونيز وصلصة الخردل أيضا. بين البقايا تلك قطعة من ورك دجاج وقطعة من شريحة كبد تحمل بصمة الفم الذي قضم منها. أعطاه النادل عبد الغني أيضا قطع خبز وقنينة مشروب غازي لم يشرب سوى نصفها. أكل من كل ذلك ثم رأى متشردا في مثل عمره يقبل، ولعله أراد أن يفهمه بأنه مسالم ناداه باسمه جمال. رد عليه هو أيضا بأن ناداه باسمه عزيز، ولم يكن يبعد عنه الآن سوى خطوات. جلس إلى جانبه، لم يطلب شيئا ولم ينتظر جمال أن يطلب منه. ناوله كيس البلاستيك كانت به بقايا طعام. أكل عزيز وجلس جنبا إلى جنب لا يتكلمان. في الميناء باخرة كبيرة ترسو. قال جمال إنه يحلم بيوم يركب فيه الباخرة ويسافر بعيدا. التفت إليه رفيقه، بدا يكتم ضحكة ولكنه لم يصمد طويلا فانفجر ضاحكا. لم يجد جمال مهربا من أن يضحك هو الآخر، ثم استلقيا على العشب. يعلمان أن عليهما ألا يطيل البقاء في المكان، فقد يباغتهما سلام حارس الحديقة، كل المتشردين يعرفونه. كان لا يتردد في ضرب من يجده يتمرغ في العشب بصوت صنعه لنفسه وجعل له مقبضا من خشب. كثيرون كانوا يتعمدون استفزازه حين لا يكون لديهم ما يقومون به.
أكثر ما يدفعهم إلى ذلك أن يروه يجري وراء الواحد منهم يريد الإمساك به، يعلمون أنه رجل يعاند سن عمره التي زادت على 6 عقود. أحس اليافعان باسترخاء. كيس البلاستيك بجوارهما به بقايا عظم وبطاطا مقلية وفتات خبز. من السياج النباتي الأخضر اليانع ظهرت قطة مرقطة، تمازج في فروها البرتقالي والأبيض. يعرفها جمال، ناداها فجاءت وقد وضعت ذيلها في وضع عمودي لا عوج فيه. قرب إليها الكيس البلاستيكي ولما رآها تأكل مما فضل فيه انقلب إلى عزيز، نظر إليه وقال له: أريد حذاء. هز صاحبه رأسه يوافقه الرأي. لم يكن له أن يفعل عكس ذلك، فقدماه الحافيتان صارتا بلون الإسفلت لفرط ما علق بهما من أوساخ. الذين يرتادون محيط سور المعجازين يعرفون جمال وعزيز. كان اليافعان في جملة متسكعين يقضون الليل بجوار مبنى مسرح سيرفانتيس. لعلهم لا يعرفون ما كان يعنيه المكان ذات زمن. بالنسبة إليهم هي خربة لا تصلح إلا لتكون مأوى لمن لا مأوى لهم من أمثالهم. جمال وعزيز وجهان من وجوه تائهة، لا أحد يكترث للقصص التي وراء كل وجه من تلك الوجوه. قبل عامين، نحن الآن في العام 2000، ظهر جمال بين المتسكعين. كان طفلا جاء من حي بن مكادة، قد يكون جاء برفقة أطفال آخرين من حيه، ولكنه لم يعد إلى منزل أسرته. تحكي فاطمة التي تعمل بوابة في عمارة مجاورة أنها سألت جمال مرة عن عائلته، قال لها إنها تسكن في بن مكادة وإنه لا يريد العودة إلى البيت. كانت المرأة تعطف عليه فتعطيه من حين إلى آخر بعض الطعام وملابس تحصل عليها من السكان، ولكنها وقد تقدم بها العمر لم تعد تستطيع الخروج، وانقطع هو عنها. قالت إنه حكى لها ذات مرة أنه يتيم الأب، زعم أن والده توفي قبل 10 سنوات وأن أمه تزوجت. تقول فاطمة إن ما حكاه الطفل لا يختلف عن حكايات كثيرة يكون فيها الأطفال ضحايا أزواج أمهاتهم أو زوجات آبائهم. ضحكت ثم أضافت أن جمال لا يرغب في العودة إلى البيت لأنه يخاف من أن يناله عقاب من والده. عادت لتضحك ثم أردفت: قال لي صديق له، لم أعد أراه في محيط سور المعجزين، إن والده لا زال على قيد الحياة وإنه يعمل بناء، وإن جمال فر من المنزل لما رسب في القسم الرابع الابتدائي. ولأنه لم يعد إلى البيت فقد أقسم والده بأغلظ الأيمان أنه سيعاقبه عقابا شديدا. كان هناك من نقل إليه ذاك الوعيد. صمتت المرأة وتنفست نفسا عميقا ثم استأنفت كلامها: كنت أود لو أستطيع الوصول إلى أهله لإقناعهم باستعادته، ولكنني أظن أن الوقت قد فات الآن. تظن المرأة أن جمال تطبع على التشرد، ولم تستبعد أن يكون تعاطى لبعض أصناف المخدرات والمسكرات. قالت: حين يسدل الليل ستره على المكان أشياء كثيرة تحدث. ذات مساء من أكتوبر فوجئ جمال بوالده ومعه رجلان آخران يوقظونه من مرقد يتخذه بجوار مسرح سيرفانتيس. أمسك به والده من ذراعه بقوة وأنهضه من مكانه. كان يبدو في حالة غضب لم يره عليها من قبل. حمل إلى سيارة لنقل البضائع كانت تقف غير بعيد. غاب عن المشهد شهورا. ثم ذات يوم ظهر بباب محل الوجبات الخفيفة. كان نظيف الملبس وقد صفف شعره بعناية. نادى على عبد الغني النادل. قال له الذي سأله إنه لم يعد يعمل هناك. كان جمال يريد أن يلتقي الرجل وهو على هيئته الجديدة ليقول له كلمة الشكر، فقد كان من القلائل الذين رقوا لحاله.